سيداتي سادتي، مساء الخير، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج كاتب وقصة. في الواقع احنا النهاردة هنشوف قصتين، قصة القيد للأستاذ إبراهيم الورداني، وفي نفس الوقت هنشوف ونسمع قصة الكاتب نفسه، قصة اشتغاله بالقصة. من 30 سنة تقريبا اقتحمت ميدان القصة في الصحف والمجلات كاتبة صغيرة اسمها ماي الصغيرة. ماي الصغيرة أثارت اهتمام الكتاب والصحفيين برشاقة أسلوبها وجرأتها في عرض مشاكل بنات جنسها، ورغم النجاح الكبير اللي حققته لم تتعدى المراسلة، كانت كل علاقتها بمجالات النشر هي المراسلة. شخصيتها ظلت غامضة، لم تظهر أبدا للعيان ولم يرها أحد. كل ما كانت تفعله أنها ترسل وتبعث بقصصها إلى الصحف والمجلات بطريق البريد، فتجد هذه القصص مكانها في الصحف في نفس الأسبوع. على صفحات مجلة الاثنين دارت معركة أدبية حول قضية المرأة بين قطبين من أقطاب الأدب والفكر، الأستاذين توفيق الحكيم ومحمود تيمور، وكانت صينية البطاطس هي المحور الاجتماعي الذي بنى عليه توفيق الحكيم شهرته بأنه عدو المرأة. وتتبع الناس هذه المعركة باهتمام بالغ، وفجأة تدخل فيها طرف ثالث هو ماي الصغيرة بشخصيتها الغامضة المثيرة، وعاد الاهتمام مرة أخرى بالبحث عن هذه المخلوقة التي يتهافت القراء على متابعة ما تكتب دون أن يعرفوا من هي ومن تكون. وحتى تظهر ماي الصغيرة وتريح العيون القلقة التي تبحث عنها، أعلن الأستاذ محمد التبعي أنه لن ينشر لها أي قصة حتى تظهر. وأنا هضطر أقف عند الحد ده وحسيب ضيفنا الأستاذ إبراهيم الورداني يكمل لنا قصة ماي الصغيرة، لأن ظهور ماي أثار ضجة أكتر من الضجة اللي كان بيثيرها اختفائها. تفضل أستاذ إبراهيم. والله يعني هي حكاية ماي الصغيرة دي حكاية ظريفة وطريفة، ويمكن أول قصة في حياتي أألفها قبل ما أكتبها. وأنا كان هدفي في الفترة دي إن كان سوق النقد، يعني السوق بتاع النشر كان زي غليظ القلب وغليظ الحجم برضه، يعني زي سور الصين. ما عشان الكاتب يظهر ويبان ويتكتب اسمه لازم يحش من عمره حوالي 20 سنة عشان يكتبوا اسمه، زي سلامة موسى او المزني او الصاوي او العقاد. فانا طبعا حاولت، قعدت عملت تجارب بيني وبين نفسي كثيرة جدا يعني قبل ما اقرر ان انا اكون كاتب. وبعد ما قررت كده اتجهت فورا ان انا يعني ايه الباب الوحيد اللي ممكن ينشر اسمي فيه، فما لقيتش غير القصة. فقعدت وكتبت قصة حسيت انها قصة لطيفة جدا، وتخيلت شخصية بنت متحررة وجامعية، وطبعا المجتمع الوقتية كان متزمت، وظهور بنت كاتبة وخصوصا بعد وفاة الكاتبة الأديبة مي، ودي كانت صورة بحليتها ورشاقتها ولمعان اسمها، كانت يعني حلية في المجتمع الأدبي أو الصالون الأدبي في مصر. فأنا طبعا اخترت مي دي عشان أوقع عليها باسم مي الصغيرة، لأن كانت صفحات الصحف بتضغى كلها بالرساء لمي والوداع لمي. وكتبت قصة بعنوان يوميات مهاجرة، ورحت كاتبها بجواب وبعتها لمجلة آخر ساعة، وقلت إن أنا فتاة متحررة وظروف أسرتي بتمنعني عن الظهور، وإذا عجبكم أدبي وأسلوبي فأرجوكم تنشروها. ففوجئت بأنها منشورة ومكتوب مقدمة من رئيس التحرير، سواء كانت القصة دي بقلم رجل أو امرأة فهي أفكار وأسلوب ملفت للنظر. أنا اتشجعت جدا، وبطريقة طابع البوسطة أبو قرش الساغ اتجهت على طول، بعدت قصة تانية وقصة تالتة. فيعني في أسابيع بسيطة حصل وش بالنسبة لمي الصغيرة دي. وانتي حضرتك برضو رويت الحادثة بتاعت مجلة الاثنين دي، اتنشرت في أهم صفحة، المجلة دي كانت بتوزع وقتها 120,000 نسخة، فاتنشرت الرد بتاع مي الصغيرة ده فادلها قيمة أكتر. وبعدين أنا حسيت إن أهم منطقة للنشر بالنسبة لمي الصغيرة دي هي مجلة آخر ساعة،
فحسيت ان الاستاذ التبعي اعلن انه مش هينشر لمي الصغيره دي الا اذا ظهرت. هو مستعد يعملها جاسوسه حسناء زي ما كان فكر اباظه في المصور. فطبعا المفروض انا كنت عامل تخطيط ان ما مي الصغيره دي ما تظهرش الا بعد سنه او سنه ونص. فاختفيت، اضطريت ان اختفي. وبعدين قابلني صدفه واحد صديق ليا كان زميلي في المدرسه اسمه حازم فوده، وبيشتغل في اخبار اليوم دلوقتي، كان بيطلع مجله اسمها الساعه 12. فحازم بالصدفه بيسالني بيقول لي انت ما تعرفش مي الصغيره دي فين؟ قلت له دي صدفه غريبه لان مي الصغيره دي صديقتي وبس، هي طبعا ما قال لي ما اقدرش اتفق معاها انها تنشر لي قصص وتكتب لي حاجات. قلت له انا ممكن اكون رسولك لهذا، والغرض انا كان نفسي ان انا الاقي مقعد مستقر في مجله عشان اقدر اكتب قصص واكتب باب اخر يتناول الامور السياسيه والاجتماعيه. فقعدت يجي 3-4 شهور. ففي ال3-4 شهور دول تعرفت بالدكتور سيد عبده والاخ محمد حسين هيكل اللي هو رئيس تحرير الاهرام دلوقتي. هيكل كان بيشتغل في روز اليوسف، وسعيد عبده كان مشرف على تحرير اخر ساعه، والتابع كان غايب. فاللي حصل تصادقنا مع بعض وبقينا كل يوم مع بعض. ففي يوم من الايام سعيد عبده خد قصه من قصص مي الصغيره اللي بنشرها في المجله بتاعه الساعه 12 دي، وخد صوره وراح حاططها في افتتاحيه اخر ساعه، ونشر صورتي في وسط الصفحه دي وقال ادي مي الصغيره اللي لها بريد يوازي بريد رئيس الوزراء دلوقتي، وخنشور مثلي ومثلك وقدمها. وبذلك ظهرت مي الصغيره. وحصل بعديها ان تاني اسبوع رحت كاتب مقال بعنوان وداعا يا مدموازيل. يعني دي الطريقه اللي انت سبت بيها مي وابتديت تكتب باسمك. هي عمليه اختصار للوقت الطويل اللي كنت حمر بيه لغايه ما اقدم نفسي ككاتب قصه وله اسلوب معين. طيب استاذ ابراهيم، انت كتبت كم قصه؟ والله انا كتبت كتير جدا، يعني هو يصل ما بين 1500 ل 1800 قصة. والقصة انتاج غزير جدا. هو في فترة ما كنتيش تفتحي مجلة في مصر او جريدة الا ما تلاقي فيها قصة ليا. وفي الواقع الفترة دي بالذات انا كنت مشحون ومعبأ، وكتابة القصة بالنسبة لي لا تحتاج الا اني اقعد في على ترابيزة في قهوة في شارع كان اسمه شارع فؤاد، في قهوة بور فؤاد دي، واجيب فنجان قهوة واقعد اكتب القصة واروح اسلمها للمجلة. وكنت مشحون وقتها، يعني المجتمع كانت كل قصصي بتهدف لتعرية الطبقة المنحلة وطبقة السياسيين المنحلين، يعني كانت مجتمع مفتوح قصادي وبتكلم فيه. طب أستاذ إبراهيم، النشاط الكبير قوي والإنتاج ده، موقف النقاد منه كان إيه؟ لا، هو النقاد إحنا لغاية الفترة بتاعت بعد مرحلة مي الصغيرة وبعد ما كان النقاد تقريبا كان النقد ده حاجة سنوية في حياتنا. يعني أنا أذكر أن أول كتاب ليا ما لقيتش ناقد ينقده، وتاني كتاب، وكنت تلاقي يعني عملية النقد في الصحف دي وظيفة ممكن يمتهنها أي كاتب، ما كانش فيه ناقد بمعنى الناقد. إنما النقاد ظهروا في الفترة الأخرانية دي، يعني في فترة بداية الخمسينيات، وفي نوع من القصص هم انتقدوني فيه. يعني كتبوا عن الانتاج يعني؟ لا، هو فيه اللي كتب وفيه اللي تجاهل، وانا بعتبر ان التجاهل ده احيانا بيبقى نوع من النقد. يعني في قصص للمناسبات، يعني انا بعتقد ان القصة القصيرة بتمر بازمة حاليا. ازمتها ايه السبب؟ ان الواقع متفوق على الخيال، يعني الواقع اللي منهمل علينا في الاحداث متفوق على الخيال. فانا حبيت ان انا يعني اجذب القارئ ورايا برضو، في ان انا يعني يوم افتتاح الاستاد ده كتبت قصه، يوم افتتاح مؤتمر اسيا وافريقيا كتبت قصه. يعني كانت دايما الاحداث الاجتماعيه والسياسيه الاحقها بقصص، عشان يعني فدي انتقدوها، قالوا ان ادب المناسبات ده ادب ضعيف وادب متهافت وما فيهوش عمق ولا فن. وده نقدر اختلف معهم فيه. طب هل ادب المناسبات ده كان له صله بطريقه تسميتك للقصه؟ احيانا تقول قصه ثوريه، قصه دوليه، قصه لا، ولا يعني ايه الفرق يعني؟ يعني انا ما سميتش، انا كتبت طبعا في فتره من الفترات كتبت قصه فرنسيه، يعني ما طبعا كنت بكتبها بدون توقيع.
كان معروف دايما باستمرار ان اي قصة مترجمة مش ضروري يكتب مؤلفها. فانا طبعا كنت بحاول ان انا اتبارى بيني وبين نفسي واكتب قصة حوادثها وقعت في فرنسا في شوارع فرنسا، او قصة وقعت في شوارع مدريد فدي، او في شوارع لندن. فطبعا قصص يعني فيها نوع من السذاجة، يعني لما يقراها الكاتب الفرنساوي او يقراها الكاتب الانجليزي، انما هي محاولة للخروج من قالب القصة التقليدي الى 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 افاق اخرى. دي كانت فكرتي يعني. اظن انت حصلت على جائزة الدولة التقديرية. لا التشجيعية. التقديرية دي بقى بيدوها هي، ولو انها جت يعني الجائزة التشجيعية انا يوم ما خدتها كان في سجلت حديث اذاعي، فانا قلت ان برنارد شو يعني انا اشبه مع الفارق طبعا، اما جم يدوله جائزة نوبل للاداب اما سكر كده وقف وسط المحتفلين بيه وقال لهم دي يعني كاشبه بحلقة النجاة تلقى للغريق بعد أن وصل إلى الشط. فطبعا هي جائزة القصة التشجيعية القصيرة دي أنا يعني بصت لها كده كنوع من التكريم المتأخر، إنما ما فيش مانع منه يعني أنا سعدت بيها تكريم. جدا. طب أستاذ إبراهيم، من بعد النكسة إحنا ما قريناش لك حاجة يمكن غير قصة واحدة، وبعديها بدأت تتجه إلى حد ما في كتابة اليوميات. أنا أقول لحضرتك إيه السبب؟ هي أنا بعد النكسة تقريبا بعديها بخمس ست أيام قعدت نفسي كده وقلت لازم أكتب أي حاجة، لأن كانت مشاعري مبعصرة جدا. فكتبت قصة اسمها شيطان فرج، وأنا بحاول أقول فيها أن في كل مصري مهما كان في حجم محمود السعداني حتى في شيطان داري ممكن يغلب بيه أكبر قوي اللي هو سلاح الغضب. فأنا حاولت بالقصة دي أقول الرأي ده، إن إحنا يجوز فقدنا أسلحتنا، إنها ما زال متبقي في وجداننا سلاح اسمه الغضب. إنما بعد كده أنا حسيت إن فيه مهمة أخرى لأي كاتب وأي أديب في الفترة دي، يعني سبت القصة ووقفت موقف الحارس على وجدان الجماهير. يعني حاولت إن أنا أعمل نفسي عملية غفر، إن الجماهير دي لازم أديها في كل ما أكتب تفاؤل وطموح وامل عشان ما تتعصرش او ما تدخش او ما تفقدش الصواب. ولذلك دلوقتي انا بكتب المقال الصحفي او المقال الادبي هو مرحله اخرى من القصه، بكتبه بس بواقعيات، يعني بكتبه باسماء الاحياء فيه. طب مشهور عنك انك خط معارك مع الدكتور طه حسين والاستاذ العقاد، يا ترى نقدر نعرف يعني شيء عن المعارك دي او ايه الدوافع؟ هي معارك بيضاء، وأنا مؤمن أن لا يمكن يبعث الحيوية في الحياة الأدبية إلا هذا النوع من المعارك اللي أنا أختلف بيه في الرأي أنا كصغير وأختلف في الرأي مع كبير، فأحاول أن أقف قصاده فهو يحاول أنه يسخفني مثلا، فأنا أحاول أن أنا دي بتعمل حيوية في الحياة الأدبية. أنا كان كل هدفي من المعارك دي أننا، وأنا بعتقد أن مصر فيها رعية أدبية ضخمة جدا وخصوصا في الأرياف، يعني هواة قراءة أدب، فالناس دول بيحبوا يقروا المعارك أو تربوا على قراءة المعارك دي، فهي في الواقع نوع من المنوشة الشديدة الأدب بالنسبة لكبار كتابنا. طيب أظن أنت لك قصص اتحولت إلى أعمال سينمائية. كتير جدا. قصص كتير. إيه موقفك من الأعمال السينمائية؟ ده يعني محرج لي لأننا ساعات يعني هي أفلام الحقيقة، يعني أنا أكتب القصة وأسلمها للمخرج، وطبعا لازم يتعمل لها سيناريو ولازم يتكتب لها حوار، فبحس أما بشوفها في دار العرض أو حتى في الأفلام القديمة في التلفزيون بحس بفرق شاسع جدا، لدرجة أن ساعات بقفل التلفزيون يعني عشان أمنع نفسي من الفرق بين اللي كتبته واللي موجود ولا بين الفكرة اللي أنا كتبها في القصة أدور عليها مش موجودة خالص، بروزيتش مثلا خالص بالطريقة اللي موجود. أنت حاسسها يعني. إنما ده ما يمنحش أن في أفلام لا بأس بها، يعني مثلا كمال الشيخ عمل لي فيلم كويس جدا، وعاطف سالم مرة عمل برضو فيلم كويس، إنما يعني مش ده الأمل. يعني أنا كنت بحلم مثلا بفيلم اسمه اللاجئة في فترة من الفترات، يعني لفات الحمامة واتفقت معاه هنعمل اللاجئة دي وحنحاول نحطها في إطار البنت اللي ممكن تنز حركة الألم من العالم، وبدأنا مشروع تكتب
فلقيت ان عملية الاخراج او الاعداد له هتبوظه، فرحت منسحب بيها تاني. طب يمكن في سؤال تقليدي احنا دايما بنسأله، اللي هو رأيك بالنسبة للجيل الجديد من الشبان، من كتابنا الشبان يعني؟ والله الجيل الجديد من كتابنا الشبان دول انا ببصلهم بتأثر شديد جدا، وفي نفس الوقت انا بسمع يعني صرخاتهم وشكاويهم بالنسبه لان القدام ما بيساعدوهمش والقدام ما بينشرهمش. ودي انا عاوز انصحهم نصيحه، القديم لا يمكن ان يعطيهم جديد. هم اباء انفسهم اصلهم اتولدوا في عصر مختلف خالص، وهم اذا تعلقوا بالقدام فهيتكرروا وهيمشوا في شارع مسدود. والاديب هنا مثلا عملت حكايه مي الصغيره، طبعا هي مش ممكن تتكرر دلوقتي، ما اقدرش انصح اي اديب فيها لان مجتمعنا خلاص بقى مختلف. فهي لابد لكل اديب ان يبتكر لنفسه وسيله تقديم نفسه للجمهور. وحكايه انه ينشر قصه في جورنال او قصيده في مجله دي عمليه ما بتبتر نفسها ولا تؤدي غلطها. يعني انا بنصح اي اديب ناشئ تاكد ان موهبته واضحه وتأكد من أنه مسيرته في المستقبل هي الأدب، أنه يقعد ويوضب كتابه سواء كان بحث أو رواية أو شعر، ويحاول يقدم فيه جديد جدا، وحيجد ما يطبعه له، وده هو اللي حيقدمه الكتاب ده. طب أستاذ إبراهيم أنت عندك أولاد؟ عندي 3 راجي، ده في أولى ثانوي، وأمل دي في تانية اعدادي، وبسمة دي الصغيرة. وانا سميت بسمة دي على فيلم اللاجئة، كنت بسمي فاتن حمامة اللاجئة في الفترة اللي ولدت فيها بسمة. يا ترى لهم اهتمامات ادبية؟ راجل ده له اهتمامات ادبية خطيرة جدا، ومش قادر انا طبعا، رغم ان هو ناجح جدا في الامور الرياضية والجبر والحساب والحاجات زي دي، انما يعني مثلا هو، انا كنت مسافر العراق في مؤتمر الادباء من قيمة اسبوع، فحط لي في الشنطة بتاعتي جواب بعنوان مسافر لأول مرة، يعني بيحاول يحدثني عن خواطره. فلقيتها أنها يعني، أنا قريته الأصدقاء هناك يوسف السباعي وصالح جودات وعبد الرحمن الشرقاوي، فانبسطوا منه جدا وحس أنه أديب صغير. بس أنا يعني أنا شايف أن اتجاهه العلمي أحسن. اتجاهه العلمي لكن يجوز يبرز في الناحية الأدبية. ما هو يعني مفروض تساعده. ما طبعا انا بحاول وهي المكتبه، يعني ما تسيبوش زي رايك اللي بتقول، مكتبتي بتساعده لانه هو بينغبش فيها باستمرار وبيحاول والبنات ما فيش هوايات بالنسبه لهم. امل دي بقى يعني هي طوعت نصيحه ليا، اصل انا كنت نصحت القراء ان عشان تصبح مؤلف في اي وقت من الاوقات تقدر تشتري اجنده، اي اجنده، وكل يوم تحدد لنفسك دقائق معينه تكتملى فيها صفحه، تكتب صفحة ايه اللي حصل لك، ايه خواطرك. هتلاقي في اخر السنة كتاب من 356 صفحة من تأليفك. فهي بتنفذها يعني، بقالها سنتين دلوقتي مألفة كتابين.